ملي كتسخ ملي كناخذوا الحليب طازج نعم الا شربناه شربنا 100%. شربناه خضر. نعم الا بسطرناه غير البسطره 60 درجه كنقصوا منه، الا عقمناه على 100 كنزيدوا نقصوا، الا جففناه كنزيدوا نقصوا، بمعنى ان نقدروا نوصلوا لاتلاف ديال المكونات القويه اللي ماشي هي البروتينات. الناس كيتكلموا على سعرات حراريه، عافاك ظهر عن هاد السعرات الحراريه، انا نتكلم على الجلوبيلينات وعلى البيبتيدات وعلى الاشياء القويه في الحليب والمضادات اللي كاينه في الحليب والانزيمات، لان الحليب فيه ليباز وفيه فوسفاتاز الكالين فيه حتى هو انزيمات، وهاد ال بي ال هذه الليبوبروتين ليباز اللي كاينه في الحليب والفوسفاتاز الكالين اللي كاينين في الحليب هما مهمين للهرمون، مهمين للجسم. ولذلك الانسان ملي كان كيشرب الحليب سخون ملي يلاه كيتحلب كيتحلب باقي على درجه 36، كانوا الناس كيشربوا حليب مازال سخون ديال الغنم ديال البقر ديال الابل ديال عندنا حنا الحليب ماشي هو حليب البقر في 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 الديانه الاسلاميه وحليب الانعام، فكانوا كيستافدوا منه اكثر، كان الطفل كيستافد من هذا الحليب اكثر، يعني يعني جسم قوي. الان ملي كنسخنوا الحليب كاين مفاعلات كيماويه بحال مثلا مفاعله مايار، الا سخنتي الحليب بزاف كيولي احمر حتى اللون ديالو كيتغير، لان هاد مفاعله ميار شنو كتعطي؟ كاين البيبتيدات اللي كيتفاعلوا مع الحمضيات العضويه وكيعطيو هاد اللي كنسميو حنا الميلانويدات، هذه اللي كتجي من مفاعله ميار او رياكسيون ميار، هي اللي كتكون في الحلوى الشباكيه كتكون في البيسكوي كتكون حاجه ملي كتحمر الحاجه كتقرمل كنقولوا هنا كتحمر هذيك كيولوا فيها الميلانويدات كيولوا فيها هادو كيكبحوا لها الدم، يعني قد ما يعني على حسب طرق الطبخ ممكن هذاك الشيء يتهضم ولا ما يتهضمش، وممكن يكون نافع للجسم ولا ما يكونش نافع، ولا كان نافع غادي يكون ب 30% و40 ماشي ب 100%. يعني ماشي في 100. ولذلك كنشوفوا الان على ان الناس اللي كانوا كياكلوا من قبل الاشياء الطبيعيه ماشي الاشياء الناس اللي كياكلوا دابا، الناس كيقول لك لا الحياه الان احسن، انا اقول الحياه الان ليست احسن، يمكن حسب التطور هي ليست احسن ولو انها تظهر للناس انها احسن. الناس الانسان كان يعيش احسن بكثير من الانسان اللي كيعيش الان، أن الآن ستقول لك لا دابا كاين كلشي، شنو كاين؟ شنو كاين؟ كاين بيتزا، ما كاين والو دابا، غير الناس يعرفوا هذه المسائل هذه، ما هي الأشياء التي تصلح لجسم الإنسان والأشياء التي تنفع الإنسان. كلما اقترب الإنسان من الطبيعة، معنى ياكل طازج الخضر مثلا، إلا طحنت طازج أو تكلت كيستافد منها الجسم 100%، إلا طابت كيستافد منها 35 إلى 40، ماشي 50%، ما وصلش 50%. لان ملي كتلف الفيتامينات والانزيمات والمسائل الاخرى الحساسه كذلك للحراره، الخضراش كيبقى فيها؟ كيبقاو فيها الالياف الخشبيه والالياف المعدنيه والبروتينات ولا الدهون، ما يبقاش فيها حاجه كثيره يعني. والان ماشي هذه هي المواد اللي مهمه للجسم، مضادات للاكسده والمسائل الاخرى هي اللي مهمه الان للجسم. هذا الطبخ ملي كنطبخوا مثلا لمده طويله على درجه 100 بحال الطاجين مثلا المغربي، ملي كنطبخوا ساعتين وثلاث ساعات على درجه 100، لان درجه 100 لماذا 100؟ لان درجه غليان الماء اللي كنديروا الزيت مع المرق، زيت الزيتون مع الماء كيتسمى مرق. فعلا احنا كنقولوا المرق واشني هي؟ كيكون البلول ديال الماء وكنزيدوا عليه زيت ومع التوابل وما. نعم هذا المرق فيه خليط ديال زيت شويه زيت يعني قليل من الزيت مع ماء، فالزيت لا تحترق، زيت الزيتون لا تحترق عند هذه الدرجه، درجه 100 ملي كيكون معها الماء ما كتحترقش، ما كيشموش الناس ريحتها. ثم ان هذا الماء ما كيخليش درجه الحراره ما كتعداش 100، لان هي درجه غليان الماء، المرق ما كيفوتش 100. نعم. غادي نشوفوا بان الزيت بوحده ملي ما كيكونش معاه 100 غادي يوصل 300. فعلا. الزيت بوحده كيوصل 300، هذيك اللي كيعملوا فيها الفريت. نعم. هذيك الشوايه اللي كيعملوا فيها الفريت، كيقلوا فيها الفريت. هذيك إلا جهدوا لها النار كتوصل 300 درجة. هذه فهاد الدرجه ديال غليان الماء كيخلي مكونات تحدث مفاعلات كيماويه تحدث في الطبيخ فكتعطي نكهه جيده ثم ينضج، والرسول صلى الله عليه وسلم يوصي على نضج اللحم، خاصو يتنضج، وكاين بعض المكونات الاخرى اللي كيقول خاصها تنضج اللي منها البصل، علاش؟ لان البصل الرائحه ديالو قويه وما يقدروش عليه الناس، ولكن عليا كيف ما كان الحال، ولكن اللي ثابت في النضج ديالو خاصو يتنضج بالنار هو اللحم. اللحم خاصو يطيب طياب بالغ. الناس اللي كياكلوا مثلا هذيك اللي كنسميو حنا طياب حديد ستيك، هذا واحد قطعه ديال اللحم كيكون نصف مطوي يسخنوها حتى تخرج من الدم وياكلوها، نصف بذريعه ان هذا تقدم وان اللحم غادي تبقى القوه ديالو، هذا تخلف. انا اقول تخلف خطير. نعم هذه تخلف، هذه سخافه،
كيبقى ذاك اللون ديالو وردي. لماذا؟ لان من نعم لان يعني تشمئز منه النفس. هذا لان اللحم كلما طبخ طبخا جيدا يسهل هضمه. نعم اكيد. حتى البيض نعم خاصو يتسلق لمده 12 دقيقه. كي اللي كياكلو نيء؟ لا هذا تخلف، هذا تخلف، هذه سخافه وتخلف هذه. وكاين اللي كيدير له نصف طهي. لان البروتينات والبروتينات البيض هي اللي خاصها تطيب جيد. لماذا؟ خاصها تطهى، يجب ان تطهى جيد. لماذا؟ لانها هي في مكونات كبريتيه. هي غنيه بالحمضيات الامينيه المكبره. وهذه الحمضيات الامينيه المكبره هي اللي كتشد هذوك البروتينات باش تولي عندهم لا ستريكتير كواترنير اللي كيوليو ستابل يعني كتولي ثابته. وهذوك لي بون دي سولفير دوك الروابط الكبريتيه ديال البروتينات ملي كيطيب البروتين كيخرجوا سيكسبوز كيخرجوا ولا بيبسين كتقبط مزيان في البروتينات اللي كيطيبوا مزيان جيد. معنى ان القطاني واللحوم حتى النشويات حتى النشويات النشويات يجب ان يعني حتى الخبز العيالات كيخليوا بعض المرات الخبز شويه تخين كيكون غليظ شويه وما كيطيبش مزيان. خاص يكون رقيق شويه رقو شويه الخبز ويكون ما طاب الخبز يطيب جيد يطيب طياب مزيان ما يجهدوش ليه النار. الخبز بالعكس حتى كيطفى النار هذا فرن الحطب حتى كطفى النار وما كيبقاش الدخان عاد النساء كيدخلوا الخبز في هذا الفران كيطيب مزيان كيطيب طياب جيد. لان يعني بعض المرات كيدير هذيك القشره ما كيطيبش من داخل فعلا يمكن كيكون درجه الحراره مرتفعه لان لو بقى فيه الباسيلوس هذه لو بقات فيه بكتيريا المتبوغه ديال الباسيلوس سيريوس ممكن تعطي توكسينات وممكن الخبز يسمم. نعم ماشي الناس نكونوا واضحين لان النشويات هي كذلك كتنبت عليها هذه البكتيريا الباسيلوس. مساله ذاك البيض انا الاكثريه كنت كنشوفهم كياكلوه نصف مطهي. نعم وهذا خطير. نكملوا هذه الطريقه هي احسن طريقه هي طريقه المرق الطريقه العربيه. نعم الخضار مع ماء زيت زيتون توابل اللحوم. مش بالضروره حتى النساء يحمروا ذاك اللحم في الزيت عاد يزيدوا الماء هذا خطا. كيقول لك تتقلى. لا هذا خطا لان الزيت ملي كيسخنوها لوحدها كتاكسد كتعطي بيروكسيدات وايبوكسيدات كيولي هي ليس جيد وهذه هي داخله على الطبخ العربي. يعملوا كل شيء ويسدوا عليه فقط ما عندنا مشكل يعني بسيط اكيد والطبخ يكون بزيت الزيتون مع توابل المرق يعني الطبخ العربي خضر حتى لحم وإضافة الماء ليس هناك اي مشكل. هذا كاين طبخ الشاي هذو اللي كيديروا المقله ان النساء دابا مابقاش عندهم الوقت ولا عجز ولا اي شيء يعني جميع العوامل عليهم كيف ما كان وهذا ليس تنقيص يعني هذا غير علم ان العلم لا يستحي. كيجيب الزربه في 5 دقائق كتكون حضرت واحد الوجبه. اما كتعمل طرف ديال اللحم في المقله بالزربه وتتعمل معاه بطاطيس ولا شي حاجه وتحط الولد ولا حتى الراجل بسرعه. نعم هذا من أسوأ ما كاين. نعم لو هذاك الطرف ديال اللحم هذيك القطعه ديال اللحم وضعتها مع خضر وتوابل وزيت الزيتون وخلاتها تطيب كانت تستفد منها 100%. بل الان ملي كتشويها كتولي فيها بيروكسيدات ما كطيبش مزيان والبطاطس كيولي فيه اكريلاميد وبيروكسيدات وما كتبقاش وجبه. علاش؟ لان متبقات لهذا ما غاديش تمتص منها حتى شي حاجه ما غاديش يمتص المعده ما غاداش تهضم.